بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام أينما كنتم انطلاقة موفقة، نتمنى التوفيق للجميع المشاركين والمنطلقين. شوطنا أيضا الرابع عشر في مجموعة الأشواط ينطلق على حضراتكم بهذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير. نسير وياكم في المركز الأول نحو مقدمة هذا الشوط. هنا ظن خليفة بن علي الوهيبي من يتقدم مع ظن في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني ثاني المراكز القادمة في هذا الانطلاق مع المركز الثاني المتواجد بشعار شواهين حمود بن عمير الحجري مع المركز الثاني. أما في المركز الثالث الوصول مع ثالث المراكز والقادم بهذا الانطلاق حاملة رقم 17 حفلة منتصر بن محمد المالكي على المركز الرابع والمركز الخامس الوصول من عوايد سالم بن حمد المالكي. هذه النتيجة. عودة أيها الحفل الكريم إلى مقدمة الشوط إلى الانطلاق الجميل والانطلاق المميز. يا السلام المتدخلة والقادمة والمندفع نحو الصدارة ظن خليفة بن علي لهيبي ما تخيب الظنون يا راعي ظن على المركز الأول. المركز الثاني ثاني المراكز هنا شعار حمود بن عمير الحجري مع شواهين على المركز الثاني. وفي المركز الثالث الوصول من حفلة منتصر بن محمد المالكي والمركز الرابع من الجانب الآخر أيضا الشهني حمود بن حمد لهيبي. لكن أعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى الصدارة إلى المركز الأول من تنطلق ما زالت ظن على المركز الأول من تبحث عن الناموس الجميل هذا الناموس الرائع محققة والباحثة عن الناموس. لكن المهندس من الجانب الآخر المتدخل في هذه اللحظات مع الشاهنية حمود بن حمد لهيبي قادم مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول أيضا من شعار الرشيدي مع فال راشد بن سالم الرشيدي مع المركز الثالث. يا سلام يا سلام يا سلام هذه التحديات ظن ما زالت صامدة نحو المركز الأول. لكن المهندس من الجانب الآخر انطلق وروح نحو الصدارة يلي تبحث عن الناموس الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام المهندس قادم بالنوعياته الجميلة. لكن شوف النوعية شوف النوعية شوف النوعية القادمة هو المنطلقة أيضا مع المهندس. المهندس يا سلام يا سلام يا سلام الشهنية الأخرى باثنين يقدم لنا هذه النوعيات الجميلة. تهانينا والناموس لحمود بن حمد بن حمدان الوهيب المركز الثاني أيضا بنفس الشعار. المركز الثالث أيضا بشعار الرشيدي ودقيقتين 59 هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.